الآن. الطاقة الإيجابية تتبدل الأجواء الفلكية لحظوظها باش تكون من نصيب الأبراج النارية، والقمر حاليا موجود في الحمل، يعني عنا انطلاقة جديدة، فما حظوظ طاقتنا الفوق. ومن أكثر الأبراج حظ هو الحمل، الأسد والقوس أفضل العلاقات عند الدلو، وبرج الجوزي شراكة والاجتماعات المهنية راهي للميزان. فرص خدمة جديدة نقول لك مبروك سي سلطان، اللي هو سرطان والعقرب والثور، والفلوس زادة يا عيني على الفلوس راهي من نصيب برج العذراء والحوت، والتغييرات وسفرة زادة من نصيب برج الجدي، اللي إن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيام. صباح الخير يا بابا. يا ماما نتعدي ونحن للحمل، أخبار زينة، فما تأثيرات فلكية ممتازة، تحقق الأحلام سي مراد، وتعيش زادة انتعاشة مالية، والثور زادة عنده أرباح في بعض الاستثمارات الجديدة، وعنده زادة صفقة ينعم في الأفق اللي باش تخليك تجنح فوق الصعاب. حتى الجوزي برشا إشارات إيجابية، يحقق المطلوب وعلى قريب عنده نجاح مهني، أخبار جديدة، ممكن سفرة، والسفرة هذه زادة باش تكون لبلاد بعيدة. والسرطان برشا اتصالات إيجابية، نهيرين هذوما زادة يحكيوا على أرباح مالية. من أكثر الأبراج محظوظة ماديا كيف ما قلنا هو السرطان، كيف كيف زادة برج الثور. حتى الأسد طاقة ميكي فيش تتخلص من برشا موجات سلبية، وعنده موعد غرام جديد ينسيك زادة في علاقة قديمة، وعنوان الفترة هذه برشا غرام وحب كبير. نتعدي والمولود اليوم من برج العذراء، نحن حاليا في آخر أيامات العذراء، اللي نتمنيه له برشا خير سعادة وأخبار إيجابية، وعندك زادة سي العذراء مفاجآت في المستقبل القريب. ونهايرين زادة يفصلونا على ميلاد برج الميزان، اللي يتحرر من برشا قيود قديمة، فترة نقاشات، مصالحة مهنية، وفلوس زادة إن شاء الله تكون من نصيبك. والعقرب ينجح في إنجاز كل أعماله، والفترة هذه تحكي على اتصال مهنية، كيف كيف زاد على اجتماعات وأخبار زينة. حتى القوس عنده بشارة، ممكن باب رزق جديد، والفلك يوعدك بأيامات الخير. نحنا شعنا نقوله كان أمين، ومهوش وحده، حتى الجدي الفلك يحكي على سفرة وخدمة جديدة في بلاد بعيدة، اللي زادة إن شاء الله تكون سفرة ميمونة. نتعدي والدلو، اللي هي الفترة هذية باش تكون صعبة شوية، رد بالك لا تستسلم على خاطر الخير جاي والأيامات الزينة في الأفق. ونختموا مع الحوت، عنده انفراج عاطفي وتحقق السعادة المطلوبة، وعلى قريب زيد عندك إنجاز مهم.